مجموع الحالات المؤكدة مخبريا وصل إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم إلى 691 حالة منذ بداية هذه الأزمة، أي بزيادة 49 حالة منذ السادسة من مساء الأمس إلى حدود الآن، فيما تم إلى حد الآن استبعاد 2815 الحالة كان من المحتمل إصابتها بكوفيد 19، إلا أن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك.